الحمد لله رافع الدرجات سابق النعم والكرامات، سن لنا من أيامه ولياليه أوقاتا ومناسبات مباركات، له الحمد في كل الأوقات وله الشكر على كل الحالات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقلب بالخير والشر الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعترته الأخيار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون الأكارم، ها هو شهر محرم قد حل بيننا وافدا كريما، هو شهر من الأشهر الحرم الأربع التي ذكرها الله تعالى بقوله في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. واعلموا عباد الله أن من أجل أيام هذا الشهر الفضيل، أي شهر محرم، من أفضل أيام هذا الشهر هو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. اليوم هو اليوم التاسع، غدا إن شاء الله هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو ما يعرف بيوم عاشوراء. ويعتبر يوم عاشوراء من أيام الله الجليلة في الأرض، ومن نفحاته المباركة للموحدين. هذه النفحات التي ينبغي أن يحسن استغلالها المسلم، وأن يلتمس فضلها كل عاقل. قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات. رب جعلنا بعض الأيام في السنة فيها نفحات، فيها رحمات، فيها تجليات، فيها أجر زائد على العادة، فيها ثواب، فيها مكانة، فيها فضل. إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. ابحثوا عن هذه الأيام، حاولوا أن تجتهدوا فيها، حاولوا أن تستزيدوا من الخير في مثل هذه الأيام، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ربما تجتهد أنت في يوم عاشوراء، ولا يوم عرفة، ولا أي يوم من الأيام الفضيلة في عمرنا في الزمان، فإذا أصابتك نفحة من نفحات الله، أي أصابك الله برحمة من رحماته، فاعلم أنك لن تشقى بعد ذلك أبدا. عباد الله، وددت أن أعلق على بعض المشاهد التي تصلنا من بعض البلاد الشيعية بما يعرف باحتفالات عاشوراء. احنا عندنا في الذاكرة الشعبية بتاعنا في يوم عاشوراء، ولا في يوم عرفة، ولا في رأس السنة الهجرية، ولا في يوم المولد النبوي الشريف، الناس عندهم بعض عادات في المأكل والمشرب وربما الاحتفالات. فإن كان هذا لا يتعارض مع شرع الله ومع سنة رسول الله فلا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه الاحتفالات بالمولد أو رأس السنة الهجرية أو بيوم عاشوراء فيها مخالفة
للصحيح من النصوص الشرعية فإن ذلك يصبح حرام وإثم ومعصية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي وحيالي في يوم عاشوراء هدايا ربما تشاهدوا في بعض القنوات وخاصة القنوات الشيعية تشوفوا ألوان من الاحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان ولم يفعلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة الكرام ولا التابعون ولا أي من الصالحين. ومن هذه المظاهر التي ربما ترونها من مظاهر اللطم على الخدود والصدور والصياح والنواح والضرب بالسيوف، تراهم يحملون سيوف يضربون بها صدورهم ورؤوسهم والدماء تسيل منها، والضرب بالسيوف والسكاكين والسلاسل، كل هذا يريد أن يعبر به هذه المجموعات الشيعية عن الحزن، الحزن على الحسين رضي الله عنه والانتصار لمقتله. هم احتفال بالكيفية هذه في إيران، في لبنان، في العديد من الدول في الشرق اللي فيها جماعات شيعية كثيرة، سوف تشاهدون ربما هذه المشاهد يا أخوة الإيمان، وهذا ليس من ديننا. فإني أقول أن الإسلام براء من كل تلك المظاهر، والحسين وآل البيت رضي الله عنه أجمعين هم كذلك أبرياء من كل تلك المظاهر المخالفة لمنهج القرآن والسنة وما ثبت عن سلف الأمة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن كتصيبنا مصيبة الموت نتأثر نبكي يسيل منا الدمع، قالها رسول الله قبلنا، تدمع العين ويحزن القلب ولكننا لا نقول ما يؤذب الرب، ما نقولوش حاجة تغضب الرب. فهم يحيون ذكر وفاة الحسين بهذه المظاهر اللاشرعية، وربي يقول لنا بشر الصابرين، اصبروا عند المصيبة، اصبر واثبت وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، سيدنا النبي قال لك ليس منا، ما هوش من أمة إسلامية، ما هوش من أمة محمد، ما هوش من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لطم الخدود اللي تنطم على خدودها وقت الموت راجل ولا امرأة، هذا ليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، قطع الحوايج بتاعهم وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا ليس من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: النائحة التي تنوح وترفع صوتها وتقول كلاما يؤذب الرب، رجل أو امرأة، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، أي كسوة أي رداء، سربال من قطران ودرع من جرب. اللهم احفظنا يا رب العالمين. لك علاش يقولوا حتى في الموت احنا عندنا نسيواتنا وليداتنا صغيراتنا كبارنا جانا، لابد من الصبر ومن الثبات ومن الرجوع إلى الله. أيها المؤمنون، ونعود بكم للحديث عن فضل يوم عاشوراء وما يستحق فيه. فلقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء في التوسيع على العيال، أهو المطلوب، وسع على العيال، انفق، اصرف، كان مستشري شوية خضرة ولا غلة ولا لحم ولا ثياب ولا أي شيء ولا أدوات مدرسية أشريها غدوة في يوم عاشوراء، يتكتب لك عند ربي توسيع على العيال، وسعت على عيالك، على أهلك، على زوجتك في هذا اليوم الفضيل. قال: يستحب فيه التوسيع على العيال لقوله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء
الله عليه سائر سدده. ربي يوسع لك رزقك وقسمك كامل السنة بتاعك بالنية هذه طبعا. ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء. نهار عاشوراء غدوة نهار عشرة هو من الأيام التي صيامها سنة، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأكد عليه وواظب عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه. هاجر إلى المدينة لقى اليهود يصوموا يوم عاشوراء، فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق به منهم، نحن المسلمين أحق أولى بيوم عاشوراء وبموسى، سيدنا موسى، هم يسموه من أجل يعني سيدنا موسى حيث نجيه الله من فرعون، نحن أحق به منهم، صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هذا الصيام هو غدوة نهار عاشوراء غدوة، ونزيد نصوموا معه. أما اليوم اللي ما نصوم واللي ما صومش اليوم يصوموا نهار الأحد، بلا السبت والجمعة وإلا السبت والأحد. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء وما فيه من الأجر، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله، أي أسأل الله، أي أتمنى من الله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يغفر لك الله بصيام يوم عاشوراء ذنوب السنة الماضية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. سيد النبي عامر خبره الصحابة بأن اليهود يصوم، قال: إذا كان العيش عام الجاي نصوم نهار تسعة وعشرة، وفقهيا تسعة وعشرة أو عشرة وحداش يجوز، ولكنه صلى الله عليه وسلم قبض في تلك السنة ولم يصوم طبعا في السنة المقبلة. فصوموا هذا اليوم المبارك أيها المؤمنون إن كنتم قادرين، وأكثروا فيه من أعمال البر، البر الصلاة في جماعة، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، الصدقة، وصلوا ووسروا على عيالكم، وصلوا أرحامكم، وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم ترحمون. وصدق الله العظيم حين قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.